أهلا بكم. عندما نشاهد الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أهل غزة، تعود بنا الذاكرة لمشاهد القتل والتدمير ومحو الإنسان والمدن بلا هوادة عند احتلال العراق عام 2003، وما ارتكبته الميليشيات المدعومة من إيران في المدن المنكوبة بحجة القضاء على الإرهاب، حيث اتبعت في غزة مثلما اتبع أو في المدن المنكوبة في العراق تبع سياسة الأرض المحروقة وحصار المدن وقطع الإمدادات لمحوها وطمس هويتها وتنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي، فباتت أشلاء المدنيين أطفالاً ونساء ورجالاً في مفرمة الأبنية المتهاوية بسبب القصف، ولم تستثني حتى المستشفيات والمدارس، كما حصل ذلك التدمير الكامل والشامل في الفلوجة والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالة وغيرها التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وهجر الملايين في أعتى وأشرس عمليات تهجير على مر التاريخ في العراق، ليكتفي العالم بالتفرج على ما يجري بل وبدعم عمليات القتل بالتحالفات الدولية، بينما يكتفي بالتفرج على مجازر غزة ويكتفي أيضا بالاستنكار وعقد المؤتمرات. نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام إلى أي مدى يتطابق المشروع الإيراني بأدواته في العراق مع المشروع الصهيوني في المنطقة، وما هي نقاط التشابه والاختلاف بين انتهاكات المشروع الإيراني بواسطة أدواته في العراق وبين انتهاكات المشروع الصهيوني في فلسطين. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الأستوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك دكتور. وأرحب بالدكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. دكتور صباح المختار مرحبا بكم. مرحبا، مساء الخير. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. ما يحدث في غزة من قصف وتدمير وقتل وتهجير ومحو للإنسان والإنسانية يعيد للذاكرة ذات المشاهد الوحشية عند احتلال العراق في 2003 وما بعده، ووقف العالم حينها كما يقف اليوم متفرجا على أشلاء الأطفال وهي تتناثر بقنابل المحتلين، مكتفيا بالشجب والاستنكار وعقد المؤتمرات. غزة وأخواتها من المدن العراقية يتم التعامل معها باتباع سياسة الأرض المحروقة وتكتيكات حصار المدن وقطع الإمدادات لمحوها وسلب هويتها بحجج واهية متكررة لا تخفى على كل ذي لب، كما هو حال أهل غزة الذين تهاوت عليهم سقوف بيوتهم بصواريخ الاحتلال، فإن ثمة جثثا لأهل الموصل ما تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها القوات الحكومية والتحالف الدولي، وهي تضم العديد من المقابر الجماعية بحسب مديرية الدفاع المدني بمدينة الموصل، لافتة إلى أن عدد الجثث التي تم انتشالها منذ أحداث الموصل وحتى اليوم يقدر بالآلاف. مراقبون أكدوا أن المشروع الإيراني الأمريكي في العراق يتطابق مع المشروع الصهيوني في المنطقة من حيث التوسع والتدمير ومحو هوية الشعوب ونهب خيراتها وتحقيق التغيير الديمغرافي بحسب مصالح الاحتلال. وحشية الاحتلال الصهيوني في تدمير غزة يتطابق تماماً مع تلك الوحشية التي مورست في الهجوم على الفلوجة وتدميرها والانتهاكات التي حصلت في الموصل، صلاح الدين، كركوك والأنبار وديالة وغيرها من المدن المنكوبة والتي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، وتهجير الملايين على يد الاحتلال الأمريكي الإيراني وأذرعه الميليشياوية على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنة. دكتور جاسم، التوسع، التهجير، القتل، كلها عناصر من عناصر الحروب وتداعيات ما بعد الحرب أو في أثناء الحرب وأهداف هذه الحرب. يا ترى ما الغاية من الحروب في منطقة الشرق الأوسط؟ ما الغاية من الحروب في الحرب في العراق؟ الحرب على غزة، العدوان المستمر على الفلسطينيين منذ عشرات السنين، ما الغاية من الحروب؟
تحية لكم، تحية للأستاذ صباح، للمتابعين الكرام. أعتقد أن الحروب نوعان، النوع الأول هي حروب ضرورية، والنوع الثاني هي حروب عبثية. الحروب الضرورية هي الحروب التي يعني تكون من أجل الحفاظ على الأوطان والأموال وما شاكل ذلك من الضروريات التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها. أما الحروب يعني العبثية فهي الحروب التوسعية الاستعمارية التي تحاول الدول الغربية المتحضرة أن يعني تنهب خيرات الدول الأخرى، كما هو حاصل في الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل الدول التي تتعامل على أشكال متنوعة. هي تتحدث بحرية الإنسان وحقوق الإنسان والمدنية والحضارة والثقافة والتأمين الصحي في بلدانها، لكن تراها في البلدان الأخرى عبارة عن وحوش كاسرة تقتل كل الأحياء، تقتل الإنسان، النبات، الحيوان، الجماد، أي ما كل ما يتحرك وكل ما هو نافع ما بين القتل والنهب. وبالتالي نحن أمام يعني حضارات مزيفة. هذه الحضارات لو كانت حضارات حقيقية يفترض أن تكون مبادئها وقيمها واحدة سواء في بلدانها أو خارج بلدانها، وبالتالي السلوك المتحضر يفترض أن يكون سلوكا واحدا في أي مكان. حينما ننظر إلى يعني كما تعلم منذ يعني أربعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، يعني برزت هنالك إشكاليتان في الشرق الأوسط. الأولى هي قضية فلسطين، والثانية قضية احتلال العراق. الأولى كانت قضية الأمة الكبرى، والثانية ربما كانت بداية يعني التخفيف عن إسرائيل باحتلال العراق، وصارت قضية فلسطين قضية ثانوية، وربما بدأت قضية التمييع والتطبيع مع الكيان الصهيوني. القضية الأولى لا يمكن الخلاف لا تاريخيا ولا حضاريا ولا إنسانيا على أن فلسطين للفلسطينيين، وأن الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب، وأنه اغتصب أراضي الفلسطينيين بشكل معلوم لكل متابع للتاريخ. الحالة الثانية هي حالة العراق. حالة العراق هي حالة يعني همجية قادت الولايات المتحدة يعني تحالفا دوليا من أجل احتلال العراق. وبالتالي أتصور أنه من حق الشعبين العراقي والفلسطيني أن يقف ضد الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي في كل من بغداد وفلسطين. وبالتالي من يحاول يعني التقليل من قيمة هذا النضال فهو لا يفهم بالقيم الإنسانية التي يفترض الحفاظ عليها، ومن ضمنها الأوطان، ومن ضمنها الشرف والحفاظ على يعني الأعراض. عليه أعتقد أن يعني من الغريب أن تسمع أن أحد المحسوبين على التيارات الإسلامية بالأمس يتحدث عن أن حرب الخليج التي قادت الاحتلال العراق هي كانت نوع من أنواع الجهاد، ولا أدري بأي مفهوم يعني شرعي وأخلاقي وحتى إنساني تفهم هذا الرجل أن الولايات المتحدة يمكن أن تقود جهادا إسلاميا ضد دولة إسلامية هي العراق. وعليه هذه الحالة من الفوضى الأخلاقية والقانونية والتاريخية والفكرية هي التي تقود إلى الحروب العبثية. وما نراه في فلسطين والعراق هو حروب عبثية من طرف المحتل وحروب أخلاقية وقانونية من طرف الشعوب المحتلة. نعم دكتور صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، عندما نسمع بالقانون الدولي يتوارى إلى سمعنا وأن هذا القانون تم سنه بعد الحرب العالمية الثانية، أو تمت كتابته، أو تم الاتفاق عليه دوليا لكي يأخذ بحق الجميع أو يحقق العدالة في هذا الكوكب. يا ترى كيف ينظر القانون الدولي إلى الحروب في الشرق الأوسط التي نجمت عنها ملايين ما بين قتلى ومشردين ونازحين سواء كان في العراق أو في فلسطين؟ إذا تأذني أنت في بداية البرنامج ذكرت أنه تشابه الموقف في غزة والمدن العراقية،
فإذا تسمح لي أعلق على هذا الجانب بصورة سريعة. بالتأكيد، تفضل دكتور. بالنسبة للصور التي نراها من غزة الآن تتشابه تكاد نسخة مما حصل في العراق. في العراق تم تدمير المباني والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والطرق والمباني الحكومية والمصانع إلى آخره. إذا نظرنا إلى القتل الأعمى للبشر دون تمييز بين النساء والرجال والأطفال والشيوخ، سواء كانوا مدرسين أو أطباء أو موظفين، يتشابه تماما. جرى حرق البشر والشجر والحجر، بحيث تصبح صورة التدمير العامة للمنطقة مما يكسر القلب. طبعا بالنسبة للمدن العراقية يجب النظر إليها من مرحلتين. المرحلة الأولى هو مرحلة العدوان الأمريكي على العراق، كان هذا مشابه لما يفعل الصهاينة في غزة، قوة غاشمة لها طائرات وصواريخ، وكانت تدمر ما تشاء في كل الأوقات في كلا الحالتين. وبعدين الصورة الثانية بالنسبة للتدمير العراقي هو ما جرى بعد الاحتلال، أي حينما بدأت الميليشيات تعمل. الحجة في كلا الحالتين هو حجة مكافحة الإرهاب. فإسرائيل تقول أنها تكافح الإرهاب باعتبار أن الجيش الصهيوني هو ليس إرهابيا وإنما يقاوم الإرهاب، في حين أن الجيش الصهيوني هو حركة إرهابية. الحشد الشعبي الطائفي والميليشيات هي الإرهاب بحد ذاته، وبالتالي الادعاء بأنها تحارب الإرهاب هو يعني رمي بالكلام غير صحيح. ما هي الفروق بين ما يجري في غزة وما جرى في العراق؟ ما يقوم به اليهود مسألة واضحة، هو قتل المسلمين نتيجة للحقد، وهذا مفهوم لأسباب عديدة. لكن ما قامت به الميليشيات الولائية هو قتل المسلمين من قبل إناس يفترض أنهم مسلمين ولكن دون مبرر. الصهاينة هي قوة احتلال تقتل المقاتلين ضد الاحتلال، ولكن ما هو سبب قتل الميليشيات لأهل المدن اللي ذكرتها، الموصل والتكريت والرمادي والفلوجة وإلى آخره؟ الميليشيات قامت بتحرير من المرجعية في النجف، المرجعية الفارسية، قامت بأعمال حتى ضد من هم من نفس المذهب، لأن هؤلاء الجميع لم يعودوا يقبلون الظلم والذل والفساد والسرقات. الفرق الآخر هو أن جرائم الصهاينة في غزة تم توثيقها بدرجة عالية جدا بالصور الآنية واليومية من العديد من الجهات، في حين أن القتل والدمار في العراق الذي قام به الأمريكان لم يجري توثيقه، لأنه لم يسمح لأحد أن يبعث شيء، وكان هناك قطع تام للاتصالات، أو على الأقل لم توثق بما فيه الكفاية. وبالتأكيد أن ما جرى للعراق في تلك المرحلة لم يعرض على وسائل الإعلام، ولم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي. ما تقوم به الميليشيات الآن بغض النظر أنه قبعات مختلفة وكذا، تقيد ضد مشهودين كأنه لا علاقة لهم. الآن أرجع إلى سؤالك حول القانون الدولي. أعتقد أن من المفيد أن نفهم أن القانون الدولي يختلف عن القانون الداخلي أو القانون الوطني. قوانين في الدول، الدولة تصدر قانون وهناك شرطة تقوم بتنفيذ القانون، ومن يخل بالقانون يؤخذ يضع في السجن أو يدفع غرامة أو يعدم أو حسب الوضع. بالقانون الدولي ليس هناك هذا. القانون الدولي هي قواعد تحكم السلوك الإنساني الصحيح في حالات السلم وفي حالات الحرب. هناك اتفاقيات جنيف، 4 اتفاقيات. الاتفاقية الرابعة تتحدث عن المدنيين في حالة الحروب، لأن الاتفاقية تعتقد أن الحروب ستقع مهما كانت الأسباب أو الدوافع، ستقع حروب، وفي جميع الحالات هناك مدنيين. لماذا تعتقد دكتور صباح أن إسرائيل مستثنات من 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 كل ذلك وكل فقرات القانون الدولي؟ لأن القانون الدولي عندما يعني محتواه بالتأكيد هو الهدف منه الإنصاف والعدالة وتحقيق على الأقل المساواة ونجدة المظلوم ونجدة اللاجئين ومساعدة
الفقراء في أفريقيا أو مساعدة الفقراء المتضررين من الحروب والفيضانات والكوارث الإنسانية. في إسرائيل يقتل الطفل وتدمر المستشفى وتدمر المدرسة ويقتل المدنيون ويقتل النساء، ولا محاسبة ولا مساءلة. إسرائيل طوال عشرات السنين هل هي مستثنات من القانون الدولي؟ الجواب طبعا لا، لكن نحن نتحدث عن جانبين. نعم. هناك الجانب القانوني وهناك الجانب السياسي. إذا القانون الدولي، إذا الدول الكبرى زعيمة الإرهاب في العالم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا معها بريطانيا وأوروبا، وطبعا الآن الله لطف على العراق بأنه جيرانهم المشروع الفارسي اللي موجود، هذا المشروع، هذه الدول بالنسبة لها لا تراعي أي من الاعتبارات القانونية، لأنه كما ذكرت أو كنت أحاول أذكر أن بالقانون الداخلي هناك شرطة وهناك محكمة ويعاقب الجاني، في القانون الدولي ليس هناك سلطة على الدول، وبالتالي ليس بالإمكان وضع عقوبات على الدول. المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي تحاسب المجرمين، يعني نظريا كان المفروض توني بلير وبوش وبوش الأب وبقية المجرمين الآخرين. طيب في هذه النقطة دكتور صباح إذا سمحت لي، العراق منذ سنة 90 ودخوله للكويت يعني فرض عليه عقوبات الحصار الاقتصادي، ولغاية 2003 13 عاما حصارا اقتصاديا قاسيا راح ضحيته مليون طفل عراقي. هنا القانون والسلطة استخدمت وطبقت على الدول ومنها العراق، لماذا لا تطبق على إسرائيل التي تحاصر وتقتل الأطفال؟ في عالم الذي تسوده شريعة الغاب، لأن حينما تقوم محكمة الجنايات الدولية في خلال شهرين بإصدار أمر لإلقاء القبض على بوتين لأنه أمريكا تريد، ولا تستطيع أن حتى تحاسب نتنياهو أو رئيس الوزراء البريطاني سوناك، هذا الانتقائية في التطبيق، معذرة يعني هذه الانتقائية حتى على المستوى الداخلي، يعني أنا ما أريد أدخل في أي تفاصيل، لكن على المستوى الداخلي أيضا في أوقات مختلفة تكون تطبيق القانون انتقائي، اللي هو من جماعة الحكومة أو من جماعة الحزب أو من جماعة فئة معينة وكذا يفلت من العقاب. لكن هذا يعني أنا ما أريد أقلل من أهمية ما يجري، ما يجري الآن هو عار على البشرية وعار على الأمم المتحدة ومنظماتها وعار على الدول الكبرى بريطانيا وأمريكا وفرنسا، هذه الدول التي تدعي بالحضارة، وعار على كافة الدول العربية بدون استثناء وكافة الدول الإسلامية بدون استثناء، لأن ما يجري الآن لا يمكن قبوله وفق حتى في أي معيار، لا معيار ديني ولا أخلاقي ولا إنساني ولا قانوني ولا، لكن مع ذلك بالوقت الحاضر إسرائيل لا تزال تمارس هذه الجريمة، والآن يحاول العالم أن يوقف القتل حتى أقصى ما نستطيع أن نقدم لهؤلاء الأشخاص أنه نعطيهم وقت يدفنون الموتى. الموتى الآن في غزة تنهشهم الكلاب. نعم ابقى معي لو سمحت دكتور صباح، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور جاسم، التوسع، التدمير، محو الهوية، القتل، النازحين، المهجرين، المغيبين قسريا، كلها يعني عوامل مشتركة ما بين المشروعين الإيراني المتمثل بأدواته في العراق بالميليشيات وكذلك المشروع الصهيوني. هذا ما يراه الكثير من المحللين والمراقبين على مدى سنين. ما هي أوجه التشابه ما بين العدوان على المدن المنكوبة في العراق وتدمير هذه المدن، ديال الفلوجة، الموصل، صلاح الدين، ديالة، الأنبار وغيرها من المدن المنكوبة في العراق، ما جرى فيها حتى من بداية الاحتلال عام 2003 ومرورا بعمليات ما يسمى بمحاربة الإرهاب من عام 2014 وحتى عام 2017، كيف تقارنها بينها
وبين ما يجري في غزة من عمليات قتل وتدمير وحشي. يعني ليس من الهين المقارنة، لكن حينما نتحدث عن يعني عن الحقد على الإنسان، حينما تكون هنالك قوة حاقدة على الحياة والإنسان يكون هذا الخراب، وحينما تكون قوة محبة لحياة والإنسان لا يكون هذا الخراب. وبالتالي ما جرى في يعني فلسطين هي نكبة نكبة منذ 48 إلى اليوم. من يقرأ التاريخ الفلسطيني حقيقة يعجز عن وصف تضحيات الفلسطينيين، على اعتبار أنك حينما تقرأ المجازر الصهيونية تقول كيف يمكن لهذا الشعب أن يصمد لأكثر من 70 عاما رغم هذه الفاتورة المرتفعة من التضحيات. يعني إسرائيل استخدمت السيارات الملغمة في أربعينيات القرن الماضي في أكثر من سوق في حيفا وغيرها. يعني أنا عملت يعني شاركت في مؤتمر حول يعني النضال الفلسطيني على الصهاينة، ورأيت كيف أن يعني ثقافة أو همجية السيارات الملغمة هي ثقافة صهيونية. وبالتالي تعلم جنابك أننا عانينا من في العراق من قضية السيارات الملغمة. يعني أنا أذكر لحد الآن حينما كنا في كنت ذاهبا إلى مديرية التربية الديالة، وفي الطريق سمعنا صوتا الانفجار، ويعني أردنا أن نستكشف هذا الأمر، ووجدنا الجثث بالشوارع والرؤوس بالشوارع، وكأنك حتى لو كان هؤلاء يعني أجلكم الله وأجلهم الله من القطيع من الأنعام لا يمكنك إلا أن تتألم على هذا الوضع المأساوي، حينما ترى الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى يتناثر يعني تتناثر أشلاؤه على 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 الأرض من أجل يعني مطامع سياسية همجية انتقامية عدوانية. وبالتالي أنا أعتقد أن المدرسة الفلسطينية هي مدرسة لا يمكن أن يقفز عليها أي متابع لتاريخ النضال العالمي. حينما تريد أن تقرأ اليوم يعني تاريخ النضال الإنساني، سواء كنت عراقيا فلسطينيا أمريكيا حتى لو كنت إسرائيليا، يجب عليك أن تقف عند النضال الإسرائيلي الفلسطيني، على اعتبار أن الفلسطينيين أثبتوا للعالم أنه شعب لا يقهر، أنهم شعب يناضل ويكافح ضد الاحتلال بالبندقية بالقصيدة بالإعلام بالأغنية بكل ما يملكون. هنا في مداخلة سمحت لي. طبعا بعد 2003 هناك قوانين كتبها يعني من المنظرين الذين جاء بهم الاحتلال عام 2003، يعني مثلا المادة 4 إرهاب، كانت تطبق هذه المادة كجريمة على كل من يقاوم المحتل الأمريكي، فأصبح المقاوم إرهابي في فلسطين. طبعا السؤال هنا، طبعا الحاضنة الشعبية للمقاومة في العراق هل تشبه الحاضنة الشعبية للمقاومة في فلسطين مع نفس المسمى؟ يعني إسرائيل تسمي المقاوم إرهابي. تكلم عن الحاضنة الشعبية؟ نعم في العراق وفلسطين. أنا كتبت مقالا عن هذا الأمر، وقارنت ما بين الفلوجة الأولى والفلوجة الثانية، وتأكد لي أن الحاضنة الشعبية في الفلوجة كانت جيدة، وربما يمكن يعني المقارنة بينها وبين طوفان الأقصى، لكن بعد هذا المرحلة أعتقد أن الحاضنة الشعبية في العراق ضعفت بعض الشيء، وبالتالي يعني لم نجد يعني تلاحما لدى نسبة من الناس مع يعني المقاومة العراقية. هل السبب هو التنكيل والاعتقال؟ السبب هو السطوة الرسمية التي كانت يعني تؤذي كل من يعني لديه تقارب مع. وهذه السطوة غير موجودة في إسرائيل؟ إسرائيل لا تتفاهم إلا بالقتل والاعتقال الذي يحاكم بالمؤبد على أقل تقدير، وبالتالي
يعني نحن نريد أن نفهم حقيقة يا دكتور. الحقيقة هي أنه الإرهاب واحد، الإرهاب الأمريكي في العراق والإرهاب الإسرائيلي في فلسطين، هذا أمر لا خلاف عليه. وبالتالي حينما نريد أن نقارن ما بين يعني بداية، يعني تعلم جنابك، حينما نريد أن نتحدث عن بداية الاحتلال الأمريكي للعراق، نتحدث كيف أن الجندي الأمريكي كان يقتل المواطنين العراقيين في سيارات المدنية، لم يكن يقتل المقاومين فقط، وإنما كان يقتل يعني الأبرياء في بيوتهم، قضية عبير الجنابي، الطفلة التي قتلت في، وبالتالي حينما نتحدث عن تداعيات الاحتلال وهي القوة غير النظامية التي يعني بدأت تقتل الناس وترهبهم، وبالتالي صارت هذه القوة هي قوة رسمية بموجب يعني التصويت البرلماني، كل هذا الأمر هو إرهاب. وبالتالي حينما يريد سين وصاد من الناس أن يتهم من يقاوم المحتل على أنه إرهابي، هذا كلام غير منطقي. الكلام المنطقي والعقلاني هو أن من يقاوم الاحتلال، الرئيس بوش المجرم بوش قال لو أن يعني أمريكا احتلت لقاومت المحتل، وبالتالي كيف يمكن أن نصنف من يعني يحارب أو يقاوم المحتل على أنه إرهابي؟ ربما يمكن أن نصنف من يقتل المدنيين أبرياء هذا إرهابي، هذا لا خلاف عليه. طيب. لكن أن نتهم من يقاوم الاحتلال في العراق وفلسطين أنه إرهابي، وبالتالي أعتقد أنه هذا خلل وهذه فوضى لا تستحق الرد. نعم دكتور صباح، يعني بعد أن حدث الذي حدث في العراق وما يحدث الآن في غزة من عمليات قتل وتدمير وترويع وتوسع وتهجير وإلى آخره، وجرائم التهجير الديموغرافي، هذه الجرائم التي شهدتها أيضا المدن المنكوبة في العراق على يد الميليشيات التابعة والميليشيات الولائية التابعة لإيران، في هذا الإطار من الذي بإمكانه أن ينجد المظلومين من الأبرياء من المدنيين؟ من بإمكانه أن يحاسب القتلة المجرمين الذين لا يهمهم طفل ولا تهمهم امرأة؟ أولا أستأذنك بالإجابة على السؤال اللي بدأت به في السؤال السابق اللي قلت موضوع المقارنة بين المشروع الإيراني والمشروع الصهيوني في فلسطين. المشروعين لديهم الهدف النهائي هو نفس الشيء، هو مسح هوية السكان. بالنسبة إلى إسرائيل تريد تغيير هوية الناس، وتريد بالإضافة إلى هذا تغيير التركيبة السكانية بإحلال الآخرين، أي بإخراج الفلسطينيين من فلسطين. بالنسبة إلى المشروع الإيراني، المشروع الإيراني هو تغيير التركيبة السكانية، وذلك بجلب إيرانيين وأفغان وآخرين ومنحهم الجنسية واعتبارهم عراقيين وإعطائهم هويات وإلى آخره، بحيث أنه في نهاية الأمر يعني يمكن العراق هو البلد الوحيد اللي عنده مجلس الوزراء من يمكن 7 أو 8 منهم حالفين يمين الولاء، واحد الإيران واحد فرنسا واحد بريطانيا وأعرف ما أعرف إيش، وبعدين تلقي نواب اللي هم بالأصل إيرانيين وإلى آخره. فهناك تشابه في الهدف، وهناك أيضا سلوك مختلف، لأنه ما تريد إيران لا تريد تهجير العراقيين، إيران تريد أن تغير الهوية، وذلك بجلب آخرين غير عراقيين غير عرب ووضعهم في العراق، بينما في إسرائيل تريد إخراج الفلسطينيين من فلسطين، وإما تردون ودوهم للرمادي ودوهم للسيناء إلى آخره. هذا من ناحية ما هي النتائج التي تترتب على ارتكاب هذه الجرائم. أخي الجرائم في نهاية الأمر قد يأتي الوقت التي يحاسب فيها مرتكبوها، ولكن هذا ليس شيء دائم. هناك الكثير من الجرائم التي ارتكبت ولم يعاقب المجرم، أما لعدم معرفته أو لعدم إمكانه أو تغير الظروف أو لأنه توفى أو شيء من هذا القبيل. لكن فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والجرائم التي ترتكبها إيران في العراق من خلال الميليشيات وحتى من خلال البيشمركة أثناء وجود الجيش الأمريكي، هذه الجرائم ستحاسب عليها
يحاسب عليها الإسرائيليين، وسيحاسب عليها العراقيين الذين شاركوا في هذه. قد يهرب البعض منهم، ولكن في الوقت الصحيح ستجري إدانة ومحاكمة هؤلاء الأشخاص. قد يهربون الآن وقد سرقوا الأموال ودوها إلى بنوك بالخارج ويعيشوا عوائلهم بالخارج، لكن في نهاية الأمر المجرم سيبقى مجرم، ونحن جميعا نعرف من الذي ارتكب. لحد الآن الناس تتحدث عن واحد من السياسيين العراقيين اللي يسموه ما أدري كذا دريغ، اللي هو كان يستعمل هذا أينما ذهب حتى بعد أن يموت، ولد اللي يكونون هم ولد هذا أبو الدرام، وكثير من هذا اللي سرق هو إلى آخره. فمن المشروع الإيراني سيفشل والمشروع الإسرائيلي سيفشل، لكن هناك ثمن باهظ يدفع الآن، والمستقبل كفيل بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. طيب دكتور صباح، هنا بالتأكيد أنه إذا أردت أن تطبق العدالة عليك بتطبيق القانون على اختلاف الجزئيتين، سواء كان قانون دولي أو قانون داخل الدولة. نتحدث هنا عن القانون الدولي. يا ترى القانون الدولي هل يعطي من يقاوم ويحارب من يعتدي عليه من هذه الدول كأمريكا أو إسرائيل، هل تعطيه الحق؟ هل القانون الدولي يعطي للشعوب حرية أو حق أن تحصل على حريتها وأن تدافع عن نفسها وتدافع عن عرضها وتدافع عن دينها؟ هل القانون ممكن أن يقف بوجه أعتى قوى في العالم تسمي المقاوم إرهابيا؟ والله يا أخي، أولا هذه المفاهيم اللي تفضلت فيها كلها واردة في القانون الدولي، وهي الأساس الذي يتكون من القانون الدولي: ميثاق الأمم المتحدة، اتفاقيات جنيف، محكمة الجنايات الدولية. محكمة الجنايات الدولية الآن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الآن قدمت 5 دول طلب إلى المحكمة الجنائية بمحاسبة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها في غزة. هناك أعتقد الاتحاد البرلماني العرب أو عدد من الآخرين، هناك أيضا عدد من الشكاوى التي قدمت. اليوم صدر تقرير من أمنستي إنترناشنال اللي هي منظمة حقوق الإنسان، أعلنت فيها ودعت المدعي العام لفتح التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وهذا على أساس قانوني وليس على أساس إعلامي وليس على أساس سياسي، وإنما حددت جريمتين محددتين وقالت للمدعي العام هذه الجرائم وهذه هي الأدلة، عليك الآن أن تفتح التحقيق. المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لديه إشكال مع الدول الكبرى، أمريكا والغرب لا يريدون السماح له بالعمل بهذا، ولكن هذه الطلبات تقوي مركزه من ناحية وتحرجه وتحرج الدول الأخرى، وبالتالي نحن نستمر في العمل إلى أن تتحقق الحقوق إن شاء الله. نعم دكتور. دكتور جاسم، يعني بطبيعة الحال ما جرى في العراق عام 2003 وحتى الآن، المواطن العراقي يشكو من ظلم حكوماته ولم يحقق ما يصبو إليه، عندما كان الاحتلال يبشر برفاهية وبشعب حر وحاصل على جميع حقوقه، نرى أن الشعب العراقي الآن يعيش في دوامة من التراجع والفقر والتدهور في جميع المجالات. يا ترى في هذه الحالة المجتمع الدولي اللي يتحمل مسؤولية إعطاء وإضفاء المشروعية لحكومات امتهنت السرقة وامتهنت تزييف الحقائق مثلما يجري في العراق الآن من مخرجات الحرب على العراق؟ يعني المجتمع الدولي تدخل في البداية، ويفترض أنه بعد هذه المرحلة أن يكون للشعب الكلمة الفصل في هذا الأمر، لكن مع الأسف الغالبية العظمى من العراقيين اليوم هم يعني ارتضوا بالواقع الموجود اليوم. يعني هنالك تراخي، هنالك ركود، هنالك سكون. يعني علقنا فيما مضى عن قضية المظاهرات التي خرجت في العراق بدعوة من كيانات دينية وسياسية عراقية،
لماذا يعني لم تكن هنالك بالمقابل مظاهرات عراقية بهذا الكم لرفض الواقع الموجود في العراق؟ الآن كل العراق يرفض هذا الواقع. مظاهرات 2019 هي كانت الصورة المثبتة والتي تثبت جرائم الحكومات والقوات الحكومية والميليشيات في قمع أي ثورة شعبية نظيفة غير مسلحة تخرج تطالب بالحقوق. لذلك موضوع الجرائم هذه التي ارتكبت، حتى هذه الجرائم لم تحاسب عليها الميليشيات حتى الآن. كلامك لا يتفق مع السؤال. أنت سألتني شيء وأنا أجاوب غير شيء وجنابك تعلق على شيء آخر. شون؟ أنا أتكلم عن يعني الوضع العام بالبلد. يعني احنا يعني هذه حاله من النوع، يعني شلون اقدر اقول، ما نريد نغلط نفسنا بالواقع العراقي. الواقع العراقي يعني هنالك عدم، يعني اللي تكلمت عنه، عدم وجود اراده شعبيه عراقيه للتغيير. هذا لا يعني انهم يعني راضين عن الحكومه. يعني هنالك فرق بالكلام يا دكتور. يعني يفترض ان تكون هنالك همة وتلاحم وإعادة للقيم الإنسانية، الغيرة، التكافل، التراحم، التلاحم، رفض الظلم. لدينا يعني نتحدث عن عشرات آلاف المعتقلين في المعتقلات العراقية، ومع ذلك لم نرى عوائلهم تخرج بمظاهرات أمام المنطقة الخضراء ولو مرة واحدة في الأسبوع. يعني هذا الأمر غريب يا دكتور. هل عوائل هؤلاء يعني رضوا بالظلم اللي وقع على أبنائهم؟ يعني الأمر، يعني نحاول أن نصل إلى مرحلة التغيير، والتغيير لا يكون بالركون والاستسلام دكتور. التغيير يكون بال يعني إنعاش الحالة المرضية، على اعتبار نحن نتحدث عن حالة موجودة هي غير صحية، يفترض إنعاشها. ترك الإنعاش يؤدي إلى الوفاة، وبالتالي ربما هنالك قوة تدفع بأن نصل إلى مرحلة الاستسلام والقبول بالواقع. حينما نترك الرفض، وحينما يقال عن الرافضين، يعني مثلا سين من الناس يستشهد برصاصات القوى الشريرة، يقال والله هو يعني بالعراقي يقولون صوتة، هو ما قاعد وبدأ يتكلم عن الحكومة. وهذه تعليقات نقرأها أحيانا في مواقع التواصل. لماذا هذا الذي علق هذا التعليق؟ مقصود هذا التعليق دكتور من أجل زرع الخوف والخنوع لدى الناس. يفترض بالشعوب الحية دكتور أن تكون رافضة للحالة السلبية. أما أنه أنا أرفض الحالة السلبية في فلسطين وساكت على حالة سلبية في بلادي، هذا إما يعني نفاق وإما خنوع. وما هي الحالة السلبية في فلسطين مثلا؟ الحالة السلبية هو القتل والتهجير والخراب اللي دي يصير. هذه حالة إيجابية ولا سلبية؟ هذا حالة غير مقبولة. السلبي هو كل شيء غير صحيح. وبالتالي حينما نجد هذه المظاهرات العراقية، يفترض أن يعني هذا شيء جيد، أنا لا أنتقده، لكن بالمقابل يفترض أن تكون هنالك إرادة عراقية لرفض الواقع الذي نتحدث عنه منذ عام 2003 ولحد اليوم دكتور. وبالتالي إما الواقع العراقي هو واقع جيد وهذا مستحيل، وإما الواقع العراقي هو واقع غير جيد وهذا هو الواقع، أنه واقع غير جيد. لماذا لا نرى مثل هذه المظاهرات يعني الكبرى؟ هل من الإنصاف مثلا أن نقارن تظاهرة سلمية كتظاهرة ثورة تشرين، تظاهر سلمية ليس فيها أسلحة، وأن نقارنها مثلا بالمقاومة الفلسطينية المسلحة بصواريخ ومتفجرات وأنفاق؟ تحدثنا على حالة المظاهرات العراقية التي خرجت للوقوف ونصرة الشعب الفلسطيني بعد طوفان الأقصى. نعم، هذا المقصود. نعم، وإلا يعني مظاهرات تشرين تعلم جنابك كيف تم اختراقها وكيف دخلت المجامع الفلانية وقتلت المتظاهرين، وهذا الأمر يعني لا خلاف عليه. أنا هنا أقول يفترض أن يكون للشعب العراقي دور في تغيير الذي حاولت القوى الإمبريالية فرضه على العراقيين.
هذا الذي أريد أن أصل إليه. نعم. أصل إلى أن الشعب هو القادر على التغيير. إما هو يعني يعمل من أجل التغيير، وإما يرضى ويخنع ويقبل ويستسلم. نعم. دكتور صباح، في العراق تحديدا نرى الميليشيات تتجمهر وتحث على التظاهرات للخروج تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أخواننا الفلسطينيين في غزة، وتغض الطرف عن الجرائم التي ارتكبتها هي في العراق. يا ترى بأي منطق تتحدث؟ أنا أتفق مع ضيفك الكريم في قوله أنه التغيير يأتي من الشعوب، ولكن مع فائق احترامي للأستاذ الدكتور أنا أختلف معه في تقييم الرفض العراقي. الرفض العراقي ليس بالضرورة كما أشرت أنت، أنه ما عنده صواريخ ولا عنده أسلحة ولا عنده رشاشات ولا داخل في معارك، لكن يجب أن لا ننسى أن مقاومة الظلم ورفضه له أشكال متعددة. المظاهرات هي واحدة منها، ومع الأسف المظاهرات التي تخرج الآن في العراق بدعوى نصرة غزة هي مظاهرات مسيسة، لأنه السيد مقتدى الصدر يريد يروي قوته، والسيد محمد معرف منه يريد يروي قوته، والميليشيا الفلانية تريد تروي قوته. لا علاقة لهم لا بغزة ولا لهم علاقة. هؤلاء الناس ارتكبوا هم الجرائم، هم الذين دمروا الموصل. يعني الموصل تمام الطيارات الأمريكية قصفت، بس الميليشيات اللي سوتها تدمير الموصل الغربية بالكامل عن بكرة أبيها، هذا كان من فعل الميليشيات. قتل الناس كانوا من هذه الميليشيات. كون الميليشيات الآن تطلع وترفع علم فلسطين، لكن هم بالنسبة لهم السيد فلان هو القائد مالنا، هذا 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 مزاودة سياسية. لكن بالنسبة للشعب العراقي، العراقيين يرفضون ما يجري، والرفض له أشكال متعددة، من جملتها موضوع الانتخابات وموضوع التصويت وموضوع الاشتراك من عدم الاشتراك، ومن جملتها الإساءة أو محاولة تخجيل السراق الذين يدعون أنه هم وطنيين. الآن في العراق كثير من السياسيين، الآن نسمع وجوه كثيرة جدا تطلع بالهاي السوشيال ميديا ويحكي لك كل القضايا الوطنية، وهو بالنهاية يطلع أول لص وهو سارق وإلى آخره. هذا لا، ما هكذا تقاس الأمور. أنا في تقديري أن الرفض العراقي للوضع الحالي وللجرائم الحالية وصل إلى درجة لم يصل لها في سابق تاريخ العراق. لم يسبق للعراقيين في كربلاء والنجف أن يحرقوا القنصلية الإيرانية. في أنا عشت، لأنه أنا عمري طويل، أنا عشت في العهد الملكي وكريم قاسم، الجمهورية الأولى والثانية والثالثة، إيران كانت بمعزل. الآن إيران هي إحدى الأعداء الرئيسيين للعراقيين، بغض النظر كراد ولا سنة ولا شيعة ولا نصارى. عندك واحد نصراني مسوي ميليشيا يعني تتبع الإمام الحسين وهو نصراني، والنصارى أيضا تبروا منه. هذه المزاودات هذه يجب أن لا تشوش الصورة. الصورة أن العراقيين جميعهم غير راضين على الوضع، وكل منهم يعمل ما يستطيع، سواء كان مظاهرات أو احتجاجات أو اشتراك أو حتى الكتابة. شكرا. شكرا دكتور صباح. دكتور جاسم، في 4 دقائق، ما الذي ينتظر العراقيين وينتظر الفلسطينيين في الأيام المقبلة في ضوء تفرج المجتمع الدولي، وحتى إن لم يكن يتفرج، وإن كان يعقد المؤتمرات، وإن كان يشجب، وإن كان يستنكر ما يجري في غزة، وغض الطرف عن الجرائم التي حصلت في العراق؟ برأيك مع بقاء النظام السياسي في العراق وبقاء جرائمه معه ترتكب بحق العراقيين، ومع بقاء أيضا الكيان الصهيوني وجرائمه ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة، ما الذي ينتظر الشعبين في المدن المنكوبة في العراق أو في غزة بفلسطين؟ يعني أنا بس أعلق على كلام الدكتور، أنه هو نفس الفكرة. أنا أقول أنه طالما العراقيين مقتنعين
انه ربما ما توضحت فكرتي بالبداية، انه طالما مقتنعين انه ضرورة التغيير، لماذا السكوت والخنوع والقبول والاستمرار بالسكوت؟ يعني هذا المستوى اللي تحدثنا عنه في مناسبات عديدة عن يعني حرق السفارات والقنصليات الإيرانية ومظاهرات تشرين، على الرغم من الشهداء، فاتورة الشهداء العالية، بقت المظاهرات ولدينا شباب نشأوا بعد عام 2003 ولكنهم ضد الحالة السلبية الموجودة في العراق. فعليه كلامي، لماذا عدم المواصلة في المظاهرات؟ لماذا يعني كانت تشرين عام 2019 دكتور؟ اليوم نحن في عام 2023، أربع سنوات ولا تشرين. يفترض أن تستمر هذه الحالة الرافضة. هذا الذي أردت أن يعني قصدته بمثل الإنعاش للمريض. أما قضية الترك هذا يعني إما قبول، وأنا متأكد أن العراقيين غير قابلين بالواقع، وإما استسلام، وهذا لا يليق بالشعب العراقي. هذا الذي أردت أن أقوله يعني من المقارنة ما بين المظاهرات في العراق المؤيدة لفلسطين والمظاهرات المطلوبة للعراقيين من أجل تغيير واقعهم. أما قضية مستقبل الحالة العراقية، فإن النصر دائما على الرغم من فاتورة مرتفعة يكون مع الشعوب المناضلة، وبالتالي أتوقع أن النصر الأكبر الذي حققته المقاومة الفلسطينية كان أنه لأول مرة في تاريخ إسرائيل أنها تخسر 1400 ضحية في يوم واحد، لأول مرة في معركة طوفان الأقصى، لأول مرة إسرائيل تهزم استخباراتيا وأمنيا، لأول مرة إسرائيل تهزم أخلاقيا لأنها كذبت على العالم بأن هنالك قتلى ذبحتهم المقاومة الفلسطينية، ثم ثبت العكس. لأول مرة إسرائيل تهزم إعلاميا كونها حاولت قلب الحقائق للرأي العام، والمقاومة بالمقابل كانت تظهر الحقائق. لأول مرة المقاومة الفلسطينية تهزم إسرائيل معنويا، هنالك ربكة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، وهنالك تراجع في يعني مكانة إسرائيل في العالم. لأول مرة نجد أن إسرائيل في ورطة اقتصادية، وهنالك حديث عن وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب إن بقيت بعد يعني شهر ربما ستخسر إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار، بالإضافة إلى الشلل التام في المصانع والمعامل والسياحة وغيرها. لأول مرة تثبت المقاومة الفلسطينية أنها قادرة على هز كيان إسرائيل، وبالتالي أعتقد أن النصر هو حليف غزة، وأن النصر القادم للفلسطينيين بدأت ملامحه بهذا التبادل للأسرى القريب، ربما اليوم أو غدا ربما هنالك تبادل لكافة الأسرى الفلسطينيين مقابل الموجودين لدى المقاومة. وعليه أعتقد أن هذا النصر الفلسطيني سيكون هو الحقنة المغذية للشعوب التي تحمل أو يعني تحلم بغد أفضل، ومنها الشعب العراقي، أن تعمل وأن تتعلم من المدرسة الفلسطينية أن الحقوق لا تأتي بالخنوع، وأن الحقوق تحتاج إلى المواصلة بالعمل. وأعتقد أن العراقيين عليهم أن يواصلوا العمل مثل ما نواصل نحن منذ عام 2003 بالكلام والحديث والبيان والتوضيح والتأكيد، وبالتالي النصر سيكون حليف القوى المناضلة في العراق وفلسطين وكل الأماكن التي يعني يحتقر فيها الإنسان من قبل القوى الشريرة والمريضة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور جاسم الحمري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا دكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، شكرا جزيلا لكم. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.